وصال شوف يا إليك وصال مين؟ عفوا حكمة هي بنت أخوكي واحدة أنانية على فكرها مو سألي غير عن حالة بدها تروحنا كلياتنا هلأ وصلنا للتهديدات قسما بذات الله إذا بيصير لك شيء والله لجن شو بدك يعني أعمل يعني؟ شو طالع بإيدي؟ لك أنت عطيني الأوكي عطيني الضوء الأخضر وشوفي أنا بعمل أنت ريحي بدنك بس شو ناوي تطبخ اليوم؟ والله ما بعرف يمكن يا طباخ روحه يا كواجب بندورة يا أما يمكن ساوي زهرة منزلة بزهرة خليها طباخ روحه أفضل هو هيك ما عندنا زهرة لأنه ثقيلة